زيارة أديناها لعائلة نذير الكتاري بعد ما طويلت غيبته هو وزميله الصحفي سفيان الشورابي اللي بلغت اليوم قرابة 7 أشهر، وإن أكدت والدته أنه رغم طول الغياب فهي كل يوم تتزاد قوة وإيمان برجوعه. ما نيأسش أنا، زادتني قوة تلمون طوك نشوف الخارج في الخارجية تخدم في الخدمة هذيك وضعيفة بالدرجة هذيك مشكل وملوحة دوسي ولدي. أنا نجري على ولدي، أنا مانيش باش نرتاح ومانيش باش نرقد ومانيش باش قلت ربي مادامني أنا حية أنا نجري على ولدي وأنا نجيبه حي ولا ميت. أنا نكرم ولدي حي ولا نكرم ولدي ميت. الأخبار شبه منعدمة حسب ما صرحت به والدة نذير اللي أكدت إنهم يتحركوا بوسائلهم الخاصة في غياب للتدخل الحكومي. وجدها معلومات من مصادر خاصة إنه فما شكون شاف ولدها في ليبيا الأيام الفارطة. آخر معلومة وردتنا اليوم موجودين في جدابية، متأكدين من هالمعلومة هذه خاطر فما شكون شاف نذير ولدي. دامني أنا حية مانيش مسلمة فيك ولدي، نجري بيدي ورجلي ونمرد حتى نبدأ إن حولي الشاطري راني نمرد ونجيبك يا ولدي. من فوشانة توجهنا لسليمان ونزرنا عائلة سفيان الشورابي وحكينا مع أمه اللي حرقها الفراق. اللي مشيت وعندهم 7 شهور ما سمعنا عليهم حتى شيء، ما شفناهمش، ما عنا حتى خبر عليهم. الفراق صعيب والصبر عليه أصعب، وكل يوم الذكريات تزيد والأمل الرؤية البعيد من جديد. صور هذوما في العيد واخته صغير واخته أصغر منه يعني يفرح كي مشي المصور بشي عمل تصور العيد، نذكره كيف كان يلعب كيف يضرب أخته كيف يجري كيف يقرأ. نحن مشينا الحكومة الكل، مشينا الوزراء، مشينا الرئيس الدولة، يعني ما قينا حتى حل. إذا هم يحبون نمشي ولي بنجيب ولادنا على يعني على كفالتنا بخلنا نمشي وإحنا ولدي غاديك وأنا لهنا إيش عم بها الدنيا إيش عم بها، نحب نمشي بعثة ولي نجيب ويموت معه. كيف ما استقبلونا ودعونا على أمل إنهم يحلون الباب مرة أخرى نهار رجوع أولادهم الحضنهم سالمين والحضن كل الساحة الإعلامية على قريب.